في بلاد الجو. الجو مليح مرك يا حلو، بلاد الكيخ بلاد الجو. الجو مليح مرك يا حلو، نفطك في الصحراء ماشي للغير، شبابك هجم الكيما يدير، غرقوا في بحرك يا أرض الخير. قالوا في ايش قد تصير في المريخ مزبوط ولا كيف صاير؟ سمعت بيهم دارين ونيزك. الله يبارك عليهم. يا بلادي كيخك وجع، حلمك ضاع والوطن انباع، بحر الصيف ولا ولا ناكل الدلع. بلاد الكيخ والحال عجيب، شابوا الأولاد والوضع غريب، أمس النعجم عدي أعزائي المشاهدين ومن ملعب الهبكان الدولي، أحييكم بعد انتهاء الديربي المثير بين فريقي FC تمرميد ومباكبكا انترناسيونال. نبغى ناخذ تصريحات من اللاعبين. معنا اللاعب الرائع لطفي تيرو، أهلا وسهلا بك لاعبنا المتميز. نبغى ناخذ منك تصريح سريع لرأيك في المباراة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا نحب نشكرك ونشكر المصور، وطبعا نحب نشكر صغار شارعنا وزملائي اللي كانوا يلعبوا معي طبعا في الفريق، ونحب نشكر بابا وماما وأبناء الشعب الليبي كله. وطبعا في البداية زي ما شفت أنت كان الجو ممطر طبعا زي ما تشوف فيها والدنيا سحاب. المهم طبعا والفريق المنافس ما قدرش طبعا الأحوال الجوية والأحوال، ومش قارين شكلها جو حار جاف صيفا دافا ممطر شتاء. المهم وهذا اللي خلاهم يتقدموا علينا طبعا بالفرق جول، وصعب علينا المهمة. المهم وقدرنا نخسره يعني بفضل الله والحمد لله رب العالمين. وطبعا هذه الكورة فخاسر ومغلوب. باهي انت مبكر شوية، لعبنا المتميز قلت لتوجيهات المدرب وكيف وجهكم المدرب، نبي نعرف شنو هي التصريحات اللي قدمها المدرب بين الشوطين اللي مكنتكم انكم تنتصر. طبعا هو المدرب بين الشوطين طبعا دار لنا طنجرة مكرونة مبكبكة محرحرة. والمهم هي هذه المفروض توجيهات سرية مفروض ما نقولها لكش انا، لكن هو بننشرها على قناتكم طبعا حصريا. طبعا المدرب قال لنا اشربوا بن وزبادي باش ما يرقاش عليكم القداد والدهان في المباراه، والحمد لله بفضل توجيهات المدرب هذه طبعا قدرنا ان احنا نكمل ونواصل المباراه انا وزملائي من غير اي دهان ومن غير اي قداد، وخسرنا والحمد لله بفرق كان 6-1 والحمد لله.
بارك فيك ان شاء الله. شكرا شكرا لاعبنا المتميز لطفي التيرو على هذه التصريحات اللي خص بها قناتنا والاسرار اللي عرضها علينا. ايضا نستقبل لاعبنا شكري عبد الشكور. شكري مرحبا بك شكري، كيف كانت اجواء المباراه؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه نحب نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم. شكري شكري. عذرا مشاهدينا الكرام، يبدو أن لاعب شكري اختلط عليه الأمر، فمما اضطر أنه هو يقرأ الفاتحة لأن زملائه واقفين كالأموات. ما علينا، نستقبل الآن أحد اللاعبين، نحن في صدد أن نستقبل تسعة الفريق، يعني المهاجم. عفوا عفوا عفوا، أهلا وسهلا بك، نبو منك تصريح. السلام عليكم. تسعتنا، كيف كانت المباراة اليوم؟ وعليكم السلام، تفضل شوف وجه كلمة للمشاهدين. السلام عليكم. عذرا مشاهدينا الكرام، نعتذر. نستقبل لاعبنا المتميز رمضان. رمضان اهلا وسهلا بك، حدثنا على اجواء المباراه وللدعم الجمهور وكيف كان الجمهور واقف معكم. يعني والله نحب نقول وقسما بالله يا اخوتنا الجماهير، بالله يفكونا من السبان، وخاصه الوالده يا راجل، الوالده يسبونا بها يا راجل. وبعدين العزيز راهي من المفاريخ، راه معطيه وتشجع في الفريق وعضوه في الالتراس، فهمتني كيف ولا؟ وبالله عليكم ورحمه والديكم يا اولاد، فكونا من الاشارات اليدويه الهدامه يا راجل، والله لعينا منها في كل مباراه ديرونا فيه جو مرعب الحراس، هو فكونا منها يا راجل. دقيقه بس، هذا راه مايك ماهوش كاس الدوري خويا. رمضان واحده واحده عليك. نبوا نستفسروا استفسار بسيط من بكري شويه، انت كنت تقول على المباراه كيف كانت، تحكي لنا كيف كانت الظروف، احكي لنا كيف كانت المباراة. فعلا فعلا كانت مباراة رائعة ولا أروع والله، وكان فيها روح عالية جدا جدا، وزي ما تشوف تشبع فيها. وبعدين كورتنا الجميلة متعودين عليها احنا، ديما روح رياضية الحمد لله، ونحب المكان هو نقول أنا الكلمتين نبي نوضح لهم أنا الكلام نقوله لكم، يعني احنا أنا المكان هو يعني نبي نوجه كلمة لرئيس النادي، نحب نقول له يا راجل فكنا من الشيكات المصدقة واعطينا قرشين يا راجل، خلنا نشرو سيباركو، انت معقوله يا راجل؟ رجلي انا نلبس 45 ناخذ حذاء زميلي يا راجل، تفكونا والله لعيب يا راجل، ياسر منا يا راجل. نشكروك لعبنا على روحك الرياضيه العاليه، ولكن عندنا سؤال فني تكتيكي من الطراز الرفيع نبوك تجاوبنا عليه، وتخص به قناتنا التصريحات. ما عندكش مشكله، تفضل احنا في الخدمه اخونا. كيف قبل شويه قلت ان كنت لابس حذاء زميلك الضيق، ما حاولتش ترفع الحذاء للتوسيع؟ في محلات كويسه جيت البلاد يشكروا فيهم يعني. يا راجل معقول هيك يا راجل؟ ما تقدرونيش انا لاعب يا راجل، معقوله مستخسرين فيا سبيدرو يا راجل من الرشيد نشروه؟ معقوله يا راجل؟ والله نقول لك حاجه، انا من هذا المكان بنعلن اعتزالي، انا من هذا المكان انا نقول لك كلمتين، من هذا المكان بنعلن اعتزالي، ومعاش نبي نلعب كوره، ومعاش نبي خلاص، وفك وحول من قدامي حول، وخيرك انت وياه. للأسف لعبنا رمضان اختلط عليه الأمر، وهذا التهميش من النادي يعني وجه كلمة إن شاء الله يسمعوا فينا أعضاء النادي والرئيس النادي. زميلي في الاستوديو ناخذ آخر تصريح مع الحكم الدولي جمال الخفيف، اللي ما يعرفش الحكم الدولي جمال الخفيف، الأستاذ جمال حكم في 5 سنوات متتالية في دوري المدارس. أستاذ جمال، حدثنا عن المباراة وكيف كانت أجواء المباراة والظروف الديربي المثير. أول حاجة المباراة كانت في هبكانة وما كانتش في الدربي، وتاني حاجة والحقيقة أنا نشكر روحي هلبة لأني قدمت مباراة كبيرة، ونشكر زملائي الحكام المساعدين. أيوة، وتعرف أنا جريت أكثر منهم، هذا باش ده شأن. ونشكر الفريقين لأنهم قدموا حتى هم مباراة كبيرة، يعني حكمت هني. وفي الحقيقة أجواء الجمهور كانت كويسة، واني ما غلطتش لأني هني كنت حاكم مليح. ونشكركم أنتم الطاقم الإعلامي على تغطيتكم المباراة اللي حكمت هني، وإن شاء الله تجوني في مباراة تانية
نحكم هنا. والسلام عليكم. شكرا شكرا حكمنا الدولي استاذ جمال الخفيف على هذا التصريح. طبعا للذكر مشاهدينا الكرام، هذه المباراه كانت في دوري رمضان 2018 وما يش في كاس العالم، يعني مش مستحقه كل الشهد رايا والصداع والصفارات والدنيا ونفخونا راسنا. فنعود لك زميلنا في الاستوديو وناسف مشاهدينا الكرام على هذا الصداع. مع السلامه. تحت المية على الشعيرات والصفصفة. تمام مدير. باي كويس كويس. وانا اخذك في السيارة. برا نزلة قبل ما يبرد. باي. انا اعطيك رصيد. تمام. تكلم الاول، انا اعطيك كرت طم الاول. يور فاميلي. باي. تمام مدير. باي مرة هاي. دور مامادو. الله يعطيك البركه. يا ساتر يا ضمات. يا شنو حالك؟ شنو حالك؟ قول لي نشبح فيك. تعال شن تعال يا حاج. والله نقيموا في الكويغطات هذه ونوكلوا بالسعي ونشربوا فيه. سعي والله خير ما تدير، خير ما تدير توكل في السعي. انت تعرف ان السعي نار يا حاج غالي. والله انا الخميس اللي فات مشيت السوق خذيت خريه فيك كبرى تضرب على الحيط يوسف 800 جنيه خذيت. 800 جنيه. 800. وبعدين يقول لي يا حاج مش عندك هنا زوزه فارقه يخدموا عندك هو؟ ايه واحد هيك واحد تفاد قدامك. تبى اي معقول هيك ياكل ويرقد ويخلص بس ولا شيء؟ ها؟ عشنا وشفنا والله. مولى العواز هو اللي يخدم والعامل ياكل ويشرب وبس. هذا اخر الكلام، هذا اخر المسمى. اكتب لهم حتى العواز باسمهم ومو خلاص. لا يا دي العامل ما بعده يا عربي. ما سد مسيب اهله وناسه ومتغرب على لقمه العيش، ما سد ينوض من الصبح يفتح في البير ويلقم ويقيم ويحوس في الاحواز هذه. انا وذاك عليك انا ساعدنا شويه وقلنا له رد ووكلنا السعي، حركنا حتى تعظيماتنا يا حاج، صح ولا مش صح؟ مزبوط ولا مش مزبوط؟ مش خير ما يهرب مني ويمشي يركب للبحر ويغرق ونقعد يموت دم بفروق بتي بعدين هذي؟ ها؟ ها؟ علي برازيل. ماما دو نسيتك والله نسيتك دقيقة بس. رصيد والله نسيتك. رصيد البيع ما دار ولا بيات. هاك هاي باهيو طمنهم عليك. ها هيا 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 ما ادو خلاص والله تعطي فيهم حتى في كروت ويتصلوا. كيف ما شن يا ناقص يا خليفه تفتح له حتى انترنت وتفتح له حساب في الفيسبوك. يا والله عليك حاله وخلاص. وزيد اشتري له حتى سياره سفار جديده وتبت حتى معك في الورته. اسمع كلامي برا استفيد منها وبيعها ب 1000 دولار خير لك. لا 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 عشان تنرفز التكيره. والله لا بدي ترفزك. ما هوش كلام هذا. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم المعروف امور وهميه معي اني نفهم بوداني. كما وعدتكم اليوم عنا لقاء حصري مع حد تجار البشر من خيان الليبيين وهو يعذب في عامل افريقي قبل ان يبيعه كما سمعتوا في الاعتراف. خلاص اسمعني انت قبل ما تعترف هذا شنو يقول تشيل الشارده هذه. اتكلم يا حاج خليفه اتكلم. بصروا عليكم راهم بصروا راهم تبصارة. خيركم يا ناس خيركم شنو فيه؟ العافن وباهي في كل مكان. راه الناس مازال اعزائي المشاهدين كما سمعتوا في الفيديو اير المتلفز المجرم الخطير الحجاربي وهو يعترف امام الجميع بجريمته النكراء. حتى لديه موقف الحاج خليفه وهو يعتقد انه زعيم العصابه تجير بالبشر. ومن هذا المنطلق نحب نقول للخيال الفارقة انقذوا الخيال الفارقة من ليبيا الشقيقة. ترى النظر تقامس تقامس في الخير تقامس. Let's go.
في بلاد الجو. الجو المليح مرك يا حلو بلاد الكيخ بلاد الجو. الجو المليح مرك يا حلو يلي صبحك في الليل طلعت ما في الضوي. لا لا يلي سقعت في الصيف وتبروري في النوم. في غلال بلاد الجو يا عيني عالبلا لو. في غلال بلاد الجو يا عيني عالبلا لو. بلاد الكيخ والفيل نفطك في الصحراء ماشي للغير شبابك هجم الكيما يدير غربوا في بحرك يا أرض الخير. قالوا في ايش قد تقصير في المريخ مزبوط ولا كيف صاير؟ اسمع كبير ومان دارين ونيزك مبارك علينا. يا بلادي كيخك وجان حلمك طاول والوطن بحر الصيف ولا ولا ناكل الدلع. بلاد الكيخ والحال عجيب شاب ولولاد